يا بطوطة، كيف حالك؟ أهلا يا حمدون، إنني بخير. هل تتذكرين ما أخذنا في الدرس السابق؟ نعم أتذكر، لقد أخذنا تقريب الأعداد لأقرب 10 وأقرب 100. وأنا أتذكر، ولكن أرجو من الأستاذ أن يعيد لنا بشكل سريع تقريب الأعداد لأقرب 100 ولأقرب 10. واليوم سوف نتعلم تقريب الأعداد لأقرب 1000. سوف نكون مع الأستاذ، هيا. مرحبا أصدقائي، دمتم برعاية الله. عدنا من جديد في درس من دروس الرياضيات تقريب الأعداد وتدويرها. لقد أخذنا في الدرس السابق لأقرب 10، تقريب الأعداد لأقرب 10. لنأخذ المثال التالي: العدد 65 يقرب إلى 70، كيف ذلك؟ انظروا إلى خط الأعداد، العدد 65 أقرب إلى 70 من العدد 60. وكما عملنا على خطوات التقريب بأن نضع خطاً تحت منزلة التقريب، منزلة العشرات، وننظر على يمين منزلة التقريب، إذا كان من 5 وأكثر نضيف 1 إلى منزلة التقريب ونضع أصفار، إذا يقرب إلى 70. لأقرب 100 نأخذ المثال التالي: اشترى عادل من السوق عنب ب100 قرش تقريبا، علما أن ثمن الكيلو 120 قرشا. هل هذا صحيح؟ انظروا إلى خط الأعداد، أحسنتم وفقكم الله. العدد 120 أقرب إلى 100 من العدد 200. انظروا، إذا يقرب العدد 120 إلى أقرب 100 وهو 100. إلى أقرب 1000 سوف نأخذ المثال التالي، نتعلم اليوم أقرب 1000. قربت سلوى العدد 5450، 5450 إلى 5000، هل كان تقريبها صحيحا؟ سوف نتأكد من خطوات التقريب. نضع خطا تحت منزلة التقريب وهي منزلة الآلاف، العدد 5. ننظر على يمين منزلة التقريب وهي منزلة المئات، العدد 4. العدد 4 أقل من 5، لا نضيف 1 على منزلة الآلاف، يبقى العدد 5 كما هو، ونضع أصفارا على يمين منزلة التقريب. نعم أحسنتم، يقرب إلى 5000.